خربوا البلاد بكذبهم وتحريضهم على دولة الحرية والديمقراطية وتزيين الانقلاب وتحويله إلى بطولة، ولكن العصا التي أرادوا أن يكسروا بها رؤوس خصومهم استدارت إلى رؤوسهم وظهورهم. كانوا يردحون خلف الميكروفونات للسب والقدح والتطاول وترذيل الديمقراطية وتبشيع الأحرار لحقد إيديولوجي وعمى البصر والبصيرة، والآن يجبنون ويبتلعون ألسنتهم ثم يفرون بجلودهم بحثا عن مأوى جديد بعدما ضاقت بهم الساحة السياسية والإعلامية بما رحبت، خيفة من السجون والملاحقات والهرسلات. صنعوا سردية العشرية السوداء التي أطلقت ألسنتهم وعقولهم بلا حدود، والآن يعيشون العشرية الغبراء التي حولتهم إلى كائنات خرساء بكماء إلا من رحم ربك من بعض الأصوات الجريئة والحرة. رفسوا الحرية بأظلافهم القذرة، ولما سحقوها واستووا على العدم أعلنوا مرارتهم وتظاهروا بطرف الاستقالة. ولو عادت الحرية مرة أخرى لنبتت لهم الأظلاف من جديد والعادوا إلى عادة الرفس. الحقيقة أن الإعلام لم يكن مهنيا ولا محايدا ولا ديمقراطيا، بل كان جرافة مهدت للانقلاب وشريكا في كل المصائب والرزايا التي نراها. واليوم الانقلاب يأكل أبناءه وأباءه ولم يستبق منهم أحدا حتى يتوج نفسه البطل التراجيدي والكوميدي الوحيد. خنافس الأرض تجري في أعنتها وسابح الخيل مربوط إلى الوتد، وأكرم الأزد محبوس ومضطهد، وأحقر الدود يسعى غير مضطهد، وأتفه الناس يقضي في مصالحهم حكم الرويبضة المذكور في السند. فكم شجاع أضاع الناس هيبته، وكم جبان مهاب هيبة الأسد، وكم فصيح أمات الجهل حجته، وكم صفيق له الأسماع في رغدي، وكم كريم غدا في غير موضعه، وكم وضيع غدا في أرفع الجدد. دار الزمان على الإنسان وانقلبت كل الموازين واختلت بمستندي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من لقاء خاص. ضيفي اليوم البروفيسور أبو يعرب المرزوقي للرجوع على أبرز المستجدات الوطنية والدولية. دكتور مرحبا بك. أهلا مرحبا بك.